الحمد لله ونقول الف الف مبروك وربنا الحمد لله كرمنا وان شاء الله عقبال 11 باذن الله. ورهف اصغر مشجعه اهلاويه حضرت العشرة والتاسعة وقبل ما يتولد الحمد لله مع بطولتين او لسه 6 شهور. والله الحمد لله بقول مبروك لاعظم جمهور في الكون وبقول للكابتن بيبو الف الف مبروك ياما تحمل وتعب عشاننا ويستاهل اكتر من كده وان شاء الله ال 11 جاي في الطريق ان شاء الله. بجد شرفتونا النهارده والف الف الف مبروك لمجلس الاداره كابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره. مبروك لكابتن موسيماني وكل اللعيبه الرجاله النهارده اللي شرفتنا. بجد النهارده انتوا فرحتونا جدا واثبتوا العالم كله ان الاهلي ما بيشبعش بطولات. السنه اللي فاتت خدنا التاسعه على حس نادي الزمالك والسنه دي ان شاء الله العشرة خدناها الحمد لله ومستنيين الدوري من موسيماني ومن الفرقه وسنين ان شاء الله السنه الجايه البطوله ال 11 ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، الف مبروك لكل اعضاء مجلس الاداره وكل كل الاهلي الهويه في كل العالم العربي وفي كل العالم. الف مبروك النادي الاهلي واحنا عايزين الدوري في الجزيره ان شاء الله، هتكمل بالدوري باذن الله ان شاء الله وال 11 الجايه باذن الله. والف الف مبروك للخطيب وكل نجوم النادي الاهلي. بحيي الخطيب الاداره والله عظيم عامله شغل عالي واحلى حاجه حب اللعيبه لبعض هم اللي جابوا البطوله وبالليل الاهلي فكر في الدوري، البطوله خدناها افريقيا الحمد لله بس عايزين الدوري، عايزين الدوري باذن الله. بقول الف الف مبروك للنادي الاهلي، النادي الاهلي دايما رقم واحد، افريقيا قاره وعاصمتها النادي الاهلي، احنا اسياد افريقيا، احنا اسياد القاره دي، مفيش حد منافسنا، احنا الاهلي وهنفضل دايما اسياد القاره. بحب الاول اشكر جماهير النادي الاهلي، طبعا احنا جماهير وفيه جدا قصاد النادي ورا اي مكان في الدنيا، وكمان بحب اشكر اللعيبه جدا واشكر الكابتن بيتسي موسيماني والاداره طبعا جمهور الاهلي رقم واحد في افريقيا وفي العالم كله، وباذن الله الدوري راجع وباذن الله هناخد كاس مصر وباذن الله هنشرف مصر في اليابان والاهلي راجع دايما ودايما احنا رقم واحد. مبروك وطبعا الاهلي مفرحنا دايما ويا رب كل سنه ببطولات اكتر يا رب واهلي دايما مفرحنا كده ومش جديد علينا ومبروك لرجالتنا الحلوه. احب اقول الف مبروك للنادي الاهلي وكابتن الخطيب اعظم يعني اعظم رئيس مجلس اداره نادي في العالم كله. الصراحة ومستر بيتسو موسيماني فنان وإن شاء الله 11 يا أهلي 11 يا أهلي. ألف مبروك النادي الأهلي وعبال إن شاء الله 11 وعبال سوبر مصري عبال دوري إن شاء الله. الحمد لله على البطولة وعلى المكسب ونشكر اللعيبة والإدارة وكل الجمهور اللي واقف دوت والحمد لله وعبال 11 إن شاء الله وبنادي البطولة دي للكابتن محمود الخطيب. ألف شكر يا خطيب. الحمد لله على المكسب وشكرا كابتن بيتسو موسيماني وشكرا لعيبه كنتوا رجاله وان شاء الله مستنيين ال 11 ومستنيين كاس العالم. الف مبروك الف مبروك للعيبه والجهاز الفني وكل الجمهور والحمد لله كنتوا رجاله وان شاء الله باذن الله البطولات الجايه كلها بتاعتنا عشان دايما بتفرحونا الحمد لله والف مبروك. الف مليون مبروك لنادي الاهلي. شكرا يا خطيب انت والفنان بيتسو موسيماني. ان شاء الله ان شاء الله ال 11 في الجزيره وال 12 في الجزيره والدوري هيكون في الجزيره. احنا مش طماعين. احنا عايزين الدوري وعايزين الكاس وعايزين نلعب على نهائي كاس العالم للانديه وعايزين ناخد كاس السوبر الافريقي واخد بالك ازاي واخد بالك ازاي وعايزين ال 11 اللي جايه. لا ما شاء الله الله اكبر خمسه وخميسه في عين اللي ما يصلي على النبي. احنا الحمد لله فريق كويس وفريق جدا وبشكر مجلس الاداره وبشكر النادي الاهلي وبشكر كل راجل لعب في الملعب وتعب النهارده والف الف الف مبروك للكابتن الخطيب.